يقول هذا الشاعر: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. هو يرى أن الهوى حلو المذاق، ولكنه في عداد المعذبين، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. فيبكي إن نأوا، يعني إن ابتعدوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. نسأل الله العافية. فتسخن عينه عند الفراق، وتسخن عينه عند التلاقي. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأحزابه إلا ذلك؟ قالوا: جننت بمن تهوى. فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. كما قيل: وعش خاليا، فالحب أوله عنا، وأوسطه سقم، وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منه غرق. يقول الأصمعي: رأيت جارية فجعلت أنظر إليها، فقالت: ما شأنك يا هذا الرجل؟ فقال: إنه لا يضيرك، إنما هي نظرات. فأنشأت تقول: لأنه من الشعراء من الأدباء، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. ولذا أنشأ ابن القيم رحمه الله يقول: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب. يعني حينما تنظر أنت الآن ترمي بسهم، هذا السهم لا يوجه إلى غيرك، إنما يوجه إليك، أنت القتيل بهذه النظرة. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب. وباعث الطرف يرتاد الشقاء له، توقه فإنه يأتيك بالعطب.